سعر البيع 148، سعر الشراء 147. جاي نواجه مشكلة بأن المواطن مصر على سعر السوق السوداء، يعني من يجيك المواطن تقول له البنك المركزي قرر سعر الصرف 130، يقول لك لا أنا أريد بسعر السوق السوداء 148، فهو مو مسلم بالشركة، والشركة ملتزم بالقرار، بس المواطن ما ملتزم، المواطن يريد سعر السوق السوداء. يريد السعر مال 148، فهاي المشكلة اللي جاي نعاني من عندها، احنا إذا يلتزم المواطن احنا هم نلتزم.